and how it contributed to the protection of intellectual property over the world through its negotiation process for enforcing agreements, to the extent that when WTO was established, WTO could not add anything except say that we are committed to all the agreements that the WIPO has established or will establish. And it was only, it's the only relationship of its kind between the WTO and WIPO, where it's a partnership delegating to WIPO everything that relates to internet, to what we call TRIPS, trade-related intellectual property. So the WIPO is a success story, and we're very proud that WIPO participates in this event. أنا بالنسبة إلي الموضوع يهمني من جوانب، وأريد أن أبدأ من آخر ما تحدث به أخي وصديقي العزيز، وهو حماية حقوق المؤلفين من حيث الحقوق، الحفاظ على الحقوق الجماعية. ليس هنالك إنسان، مش عنا بس، في العالم كله، في العالم الغربي والعالم اللي بيسموه المتقدم، ومش معروف شو تعريف المتقدم على كل حال، ليس هنالك من يستطيع أن يحمي بنفسه كفنان أو كمبدع حقوقه. ولذلك نشأت ما يسمى بجمعيات إدارة الحقوق الجماعية. أنا أتمنى أنه يكون أحد منتجات هذا الاجتماع إقرار مشروع لهذا من هذا النوع، حتى نكون عمليين. أنا رجل أعمال، يمكن أختلف عن صانعي القرار والسياسيين والأدباء والمفكرين والعلماء والمخترعين، وكلهم عظيمين أحسن مني، إنما أنا كرجل الأعمال بهمني البوتوم لاين، شو رح نعمل نهاية آخر النهار. إذا بنخرج بتوصية واضحة لإنشاء هذه الجمعية، ليس فقط على المستوى الأردني اللي أنا غير موجودة في الوطن العربي كله، واللي عنده انطباع أنه موجودة في مصر أو في لبنان خطأ، لأن ما موجود في دول أخرى هو فروع لجمعيات حقوق ملكية غربية مثل السسام. السسام لها فرع في لبنان، وهذا الفرع يقوم ببعض النشاط لحماية حقوق المؤلف، ولكن ليس هنالك جمعية عربية لحماية حقوق المؤلفين. الميزة في الأردن، ولذلك يعني احنا مش متحيز انا للأردن لسبب وطني، انا وطنيتي عربي مش أردني، انا شعوري القومي والوطني عربي، ولكن القانون الأردني الوحيد في المنطقة الذي يسمح لكل مواطن عربي بنفس الحقوق في الجمعيات. يعني إذا أسست جمعية أو شركة أو أي مؤسسة في الأردن، العضو الإنسان المشارك العربي له نفس الحقوق ما دامت جنسيته عربيته، في عضوية مجلس الإدارة وفي الانتخاب لرئاسة الشركة وإلى آخره. قوانين الدول الأخرى تحصر بعض هذه الميزات في المواطن، وهذا حقها، يعني ما أقولش لا أنتقد ولا أؤيد، ولكن أقول أن الوضع هذا في الأردن يتيح لنا فرصة فريدة بأن نؤسس جمعية وإن كانت أردنية إلا أن أهدافها عربية وعضويتها عربية، ممكن أن ينضم لها أي عربي ويكون لهم نفس حقوق المواطن الأردني. وأنا هذا أتكلم ليس نظريا، أنا أرأس ما يزيد عن 10 منظمات مسجلة في الأردن ولكنها عربية وليست أردنية إلا من حيث تسجيلها القانوني. فبالتالي أنا أريد أن نفكر عربيا ولكن من منطلق أردني، بأن ننشئ جمعية للدفاع وتحصيل حقوق، تحصيل الحقوق، يعني الموجود مثلا بالسيسام ولا بالجيما بألمانيا واللي ميزانيتها مليارات الدولارات، مليارات مش ملايين، التي تحمي حقوق وتحصل حقوق الفنانين والمبدعين والمؤلفين الألمان. هذه المؤسسة تراقب نيابة عن الفنان وتحصل الرسوم نيابة عنه وتدفعها بعد أن تأخذ نسبة إدارة لهذا النشاط. هذا معروف لكم كلكم، ولكن ما أريد أن أقوله أنه إحنا أتمنى أنه نخرج من هذا الاجتماع بهذا الموضوع. الجانب الآخر، أنا سعيد بأن أعرف أنه القانون، وسمعنا هذا وتابعناه بكل تقدير، أن القانون أصبح حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وهذا الموضوع بهمنا كليتنا. أنا خصوصا حديثا كما يمكن تعرفوا رأس
الأوركسترا، مجلس إدارة الأوركسترا الأردنية بالتكليف من جلالة الملكة نور، لننشئ أوركسترا وطنية بالمكانة اللائقة لهذا البلد، أو نطور الأوركسترا لتصبح تليق بمستوى البلد. هذا الموضوع فيه كثير من الأمور اللي لها علاقة بالحقوق المجاورة. يعني أحسن مثال على الحقوق المجاورة هو الموسيقى، لأنه فيها الفرقة الموسيقية، فيها من يسجل، فيها من يحضر، فيها من يبث، فيها يعني كل جوانب الحقوق المجاورة موجودة في الأداء الموسيقي أو الفني. فبالتالي موضوع بهمني أيضا من الناحية. لذلك أنا يمكن أنا جاهل، ولكن أريد أن أرى تطبيقا أو إجراءات تنفيذية لحماية لهذا القانون فيما يتعلق جوانب الحقوق المجاورة. يعني التطبيق، القانون عملية جيدة ورائعة، ولكن ما نريد أن نرى هو تطبيق وإجراءات تنفيذية وإجراءات معاقبة ومحاسبة على من يتعدى على هذه الحقوق المجاورة. هذا موضوع أعتقد أنه مهم ويجب أن نعطيه اهتمامنا ما دام الموضوع يتكلم عن هذا الحق. هلا في مجال، أنا ليش تكلمت عن أبو غزال الملكية الفكرية؟ نحن نعتقد بأن حماية حقوق الملكية، وهي نقطة بحب دائما أركز عليها، أنا عندما عقدت أول مؤتمر للملكية الفكرية في الأردن في برعاية صاحب الجلالة رحمه الله الملك الحسين المعظم، هاجمتني كل صحف الأردن على الصفحة الأولى أن هذا الرجل جاء باسم المنظمات والملكية والاحتكارات الأجنبية ليحميها ويقضي على الصناعات الوطنية. أنا عم بحكي عن الستينات في يعني، واستطاع أن يعمل ذلك تحت مظلة جلالة الملك. في الحقيقة اللي عملته هو كان لخدمة الاقتصاد الأردني ولخدمة الاقتصاد الوطني. لا يمكن أن تنشأ قدرات وتقنيات إلا إذا حافظنا على نظام صارم لحماية الحقوق الملكية الفكرية، سواء كان في الحقوق الصناعية أو في الحقوق الأدبية، في جميع الحقوق. إذا أنا أستثمر في أي شيء ولا يحمى لن أستثمر، فنبقى سوقا. يعني كان الخيار بين أن أقول نحن بحاجة إلى، وكان الحديث وقتها عن الأدوية، كان الحديث عن الأدوية، المؤتمر الذي عقدته ذاك الوقت كان عن صناعة الأدوية، وقلت أن صناعتنا للأدوية في الأردن كلها تعتمد على التقليد، وهو مسموح، كان في وقتها ما فيش مخالفة قانونية، لأنه كان عمل ما يسمى الريفيرس انجينيرينج، أن تحلل الدواء وتنتجه أنت حر، أنت ما استعملت نفس البروسس في حماية الدواء في البروسس والبرودكت، أنت تأخذ البرودكت وتحلله وتنتجه بطريقتك الخاصة. لم يكن ذلك ممنوعا، الآن أصبح ممنوع طبعا كما نعرف. فوقتها كنت أريد أن ألفت نظر الصناعات الأدوية في الأردن أن القانون القادم سيمنعك من أن تستخدم الريفيرس انجينيرينج، فبدل ما تسكر مصنعك وتصبح مقرصن، من الآن خطط للاستفادة من تصنيع وتقنيات حديثة. وفعلا القانون الملكية الفكرية كما نعرف كلنا في الصناعة بالذات، أنا أبدا بس بستعمل هذا الحديث لمثال كيف أن الحرب التي ممكن أن تشن بسعادة. يعني أنا عدة معارك خطها وكنت سعيد أن أخوضها وأن أهاجم بأنني لسوء فهم لموقفي، لأنه هذه جزء من عملية التوعية. فالقانون يقول بأنك أنت تستطيع أن تستفيد من أي باتنت موجودة كبحث. يعني شرط الحماية للبراءات هو الإفصاح عنها، حتى أحمي لك براءتك يجب أن تفصح عنها وتكون مسجل تفاصيلها، كيف المحتويات وكيف الطريقة وكيف المنتج. فبالتالي أي